السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي متابعين الدكتور هيثم عارف التراسكان. بقول رسالة لكل الحوامل، لازم الأسبوع 12 تجيلنا تتوجهي دي استشارة طب الجنين عشان خاطر يقدر يقيس شفافية قفوية، يستبعد وجود الطفل المغولي، وفي نفس الوقت يقيس كمان سمك الرقبة مظبوط، ويقيس عظمة المناخير، ويقيس عدد الشرايين الموجودة في الحبل السري. فالحاجات دي كلها بتخش ضمن فحص مهم جدا في الأسبوع 12 لاستبعاد العيوب الخلقية واستبعاد وجود مشاكل في الجنين، وكمان استبعاد مشاكل مبكرة مثلا في القلب. هنقدر نطمن على أجزاء كتيرة من القلب في الأسبوع 12، ونستبعد وجود طفل مغولي. شكرا جزيلا.